مثال ثاني عندنا الفريند فونكشن. رايت ان اوبجكت اورينتد بار جرام تو ريبريزنت ا فريند فونكشن بتوين تو كلاس الفا اند بيتا. هذا المثال عندي كلاسين تمام، وعندي اللي يعرف لي فونكشن تكون صديقه لكلاسات اثنين. اوكي، فخلينا نشوف شلون نعرف اول شيء الكلاسات. اول ما كتب كلاس بيتا، كلاس الاول سماه، الفئه الاولى اسمها بيتا، وراها كلاس الفا. طبعا لانه كلاسين اعلن عن الثاني وكمل تعريف الاول وبعدين رجع عرف الثاني، هي هي طريقتها تمام. فيقول لك هيجي هو كاتب لك قدامه ملاحظه needed for add declaration، يحتاج الى اضافه اعلان، فانت لازم تعلن عن الثانيه وتكمل تعريف الاولى وبعدين ترجع للثانيه. فقال كلاس بيتا، عندي كلاس اسمه بيتا، وراها اجى هسه راح يذكر محتويات الكلاس الاول اللي هو كلاس الفا. فشنو كتب بي؟ البرايفت ماله ممبر داتا واحده، هي داتا اسمها انتجر داتا. البوبليك الداله الاولى الفا، نفس اسم الكلاس، اذا هاي كونستراكتر. شنو وظيفتها؟ تخلي الداتا تساوي 3، تخلي الرقم 3 بالممبر داتا يساوي 3. وقبل لا ينهي هذا الكلاس اللي هو كلاس الفا، قال لك فريند انتجر اد، معناته عندي داله خارجيه اسمها اد، فعرفها كداله صديقه لهذا الكلاس. فشلون كتبها؟ فريند انت اد، وخلى بين قوسين بارامترات مالتها او الارجمنت مالتها هي عباره عن كائنات من هذه الكلاسات، هي الالفا والبيتا، كلاس الفا وكلاس بيتا، فريند فانكشن، وراها نهى الكلاس. هسه هذا شنو؟ الكلاس الفا. رجع لكلاس بيتا الاعلان عنه، شنو محتوياته؟ كلاس بيتا برايفت، نفس الشيء، هم عنده متغير اسمه داتا. شوف الكلاس الفا بيه متغير داتا، والكلاس بيتا ايضا بيه متغير داتا، ما يضر لان هن مستقلات، يصير نعطي نفس الاسم. وبوبليك بيتا، البيتا هنا كونستراكتر يعني نفس اسم الكلاس، شنو وظيفته؟ داتا يساوي 7. اوكي، معناته هذا كونستراكتر اثناء تعريف اي كائن راح يخلي الداتا تساوي قيمه 7. وايضا خلى الاد فريند لهذا الكلاس، فكتب فريند انتجر اد الفا بيتا، نفس الاسلوب بالنسبه للكلاس الاول، وغلق الكلاس. فصار عندي هسه تعريف كلاسين واثنين، خليت فانكشن اسمه اد كفريند اللي هن اثنين. اجي اعرف الاد انتجر اد، نفس الشيء، شنو كتب بين قوسين؟ الفا اي بيتا بي، يعني شنو؟ يعني جاي يقول لك الاي هو كائن من نوع الكلاس الفا، وبي هو كائن من نوع الكلاس بيتا. اوكي، وهذا نفسه بعدين راح استخدم المتغيرات مالته من امررهن للداله اد واعالجها بالاد. الان شو اسوي؟ ريتيرن اي دوت داتا زائد بي دوت. شنو معنى هالعباره؟ معناتها راح ارجع مجموع الداتا مال كائنين، الكائن اي والكائن بي. الكائن اي داتا مالته اي دوت داتا، والكائن بي الداتا مالته بي دوت داتا، اللي هي بالاصل انا معطيهن قيمه 3 وقيمه 7، كانما راح يرجع ب 3 زائد 7. اوكي؟ خلينا نشوف البرنامج الرئيسي ايش راح يسوي. بالبرنامج الرئيسي انتجر مين الفا اي اي، عرف الاي اي على انه كائن من نوع الفا. زين، الالفا بيكون ستراكتر تمام، فمين عرف الاي اي كائن من، راح يتنفذ الكونستراكتر. ايش راح يسوي؟ راح يخلي الداتا مال اي اي تساوي 3، كانما اي اي دوت داتا تساوي 3. بعدين عرف البي بي على انه كائن من نوع بيتا، نفس الشيء البيتا بيها كونستراكتر، والكونستراكتر يخلي الداتا مالته يساوي 7، كانما البي بي دوت داتا تساوي 7. اوكي، وراها كتب سي اوت، ايش راح يطبع لك؟ اد، اد هي داله، كانما استدعى الداله تمام، لان الداله هاي فريند، فريند فانكشن تمام. وشنو اخذوا اياه؟ الاي اي والبي بي، كانما اخذ الداتا مال اي اي والداتا مال بي بي. الداتا مال اي اي اللي هي اي اي داتا هي 3، والداتا مال بي بي هي بي بي داتا هي 7 تمام. وش راح يسوي بالداله؟ راح يجمعهن، كانما هذا المكان راح يصير مجموع 3 وال7 والاند لاين للسطر. اوكي شباب، هذا بالنسبه للبرنامج الثاني. نجي للبرنامج الثالث، رايت ان object oriented program to find the square of distance using friend function with overloading constructor. يعني يريد داله تحسب لك مربع
للكلاس ديستانس باستخدام فريند فونكشن اوكي وذ اوفرلودنج كونستراكتور، يعني معناته الكلاس مالي بي اكثر من كونستراكتور واحد. فبهذا المثال خلي الكلاس مالي اسمه ديستانس اوكي برايفت باثنين متغيرات، اثنين داتا ممبر، واحد من نوع انتجر هو الفوت، وواحد من نوع فلوت اللي هو الانش. انا اعرف انه الفوت هو 12 انش اوكي. وبي بوبليك ديستانس نفس اسم كلاس، معناته بكونستراكتور، هذا الكونستراكتور ما بي معاملات، خلى الفوت يساوي صفر والانش يساوي صفر اوكي. وقبل لا ينهي هذا الكلاس نفس الشيء ايضا عرف لي كونستراكتور ثاني لنفس اسم الكلاس، بس هذا خلى بي بارامترات، كانما هذا راح ياخذ قيمه منين؟ ياخذ قيمه البرنامج الرئيسي. فقال لك الفيت اللي هي الداتا ممبر هذه تساوي اف تي، والانش تساوي الاي ان اللي هو اصلا جاب من البرنامج الرئيسي اوكي. شنو عندي بعد بهذا الكلاس؟ عندي داله ايضا غير الكونستراكتورات الاثنين هذين، عندي داله اسمها شو ديستانس تمام. شو تسوي هاي الداتا؟ تطبع قيمة الفوت وقيمة المتغير الاثنين، فقط طباعة وظيفتها اوكي. وعندي ايضا قبل لا ينهي الكلاس عرف لي دالة صديقة اسمها سكوير اللي راح تحسب المربع اللي انا رايده، فكتب لي فريند من نوع فلوت سكوير للديستانس. شوف الديستانس اسم الكلاس، ليش؟ لان راح يمرر كائن ياخذ بارامتراته ويحسب مربعها اوكي. لحد هنا انتهى الكلاس. خلينا نشوف السكوير شو يساوي. فلوت سكوير اللي هي هاي الداله قلنا الصديقه بين قوسين ديستانس دي تمام، الارجمنت مالتها دي كائن من نوع الكلاس ديستانس باعتبارها صديقه للديستانس اوكي. فكتب بداخلها ايش راح يسوي هاي الداله؟ فلوت اف ال تي فيت، عندها متغير اسمه اف ال تي فيت. شو يسوي هذا المتغير؟ عباره عن الدي دوت فيت زائد دي دوت انش على الاثنين، كانما جاي يحسب لك المتغيرات مال كائن دي اللي هو الفيت والانش، بس الانش قسم على 12. ليش؟ حتى يحسبها كلها بالفوت، فهاي بالفوت بالقدم، وهذه بالانش قسم على 12 كم صارت بالقدم، فمجموعها صار كلها بالقدم خلاها متغيره في التي فيت. ورجع كتب لك فيت سكوير، المربع هو عباره عن في التي فيت فيل، يعني حسب المتغير الاول ضربه بنفسه صار تربيعه وهذا المطلوب. مرتين رجع، معناتها الدالة كأنما ما دلتان شو تسوي؟ المتغيرين اثنين تحولهم على فوت وشو تسوي؟ تجمعهم وتحسب مربعهم. هاي وظيفة الدالة الفريند داتا. فبالبرنامج الرئيسي سوى أول شيء، أول شيء عرف لك الدلت هو كائن من نوع الكلاس ديستانس، وخذوا يا بارامترين، معناتها الكونستراكتر راح يخلي الفوت يساوي 3 والانج يساوي 6 اوكي. وراها فلوس SQFT، عرف متغير اسمه SQFT، وقال لك ال SQFT هو عبارة عن سكوير استدعى الدالة الفريند اوكي. وخذوا يا الدلت هذا الكائن اللي عرفته انا، كانما خذوا يا الفوت 3 والانش 6 ورمن راح للسكوير. فمن اجى هنا بداخل السكوير ايش سوى؟ حولها كلها للفوت وحسب مجموعهم تمام، وبعدين ربحها. فنتيجة التربيع وين راح تصير؟ تتخزن بالمتغير SQFT. وراها اول شيء طبع دلت دوت شو دلت. اول ما طبع الدلت هو الكائن اوكي، الدال اسمه شو دلت. هاي شو تسوي؟ هاي تطبع لك الفوت وتطبع مثل ما شرحناها وتطبع لك الانج اوكي. بعدين عباره طباعه ثانيه شنو كتب قدامها؟ اس كيو اف تي، هو المتغير اللي حسبه منين؟ من الفريند فانكشن اوكي شباب.